ولا تفوتني هذه الفرصة كذلك أن أتساءل معكم، ما ذنب تلميذة بريئة في أن تتعرض لعنف لفظي من عضو في حكومتكم؟ اعتبره الحقوقيون إهانة واعتداء خطير على حقوق الطفل. ألا ترون السيد رئيس الحكومة أن استمراركم في قمع الحريات والمس بممارسة الحقوق، سيد رئيس، قلت ألا ترون السيد رئيس الحكومة